Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa salli barik wa an'im. Ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddi. Pemirsa Ibaska TV. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita berkesempatan mendapatkan kunjungan yang istimewa dari Syekh Murawih Nasr. Beliau adalah pakar akhir zaman, dosen peneliti dan wartawan Palestina, anggota pendiri Asosiasi Cendekiawan Palestina, kemudian Sekretaris Komite Al-Quds di Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional. Kunjungan uh, Profesor Dr. Sheikh Murawih Musa Nasir Nassar ini dalam rangka pembelaan beliau terhadap pembelaan beliau terhadap persoalan Palestina dan ingin memberikan kepada kita informasi yang jelas dan informasi yang jelas dan pasti tentang bagaimana yang sebetulnya terjadi di Gaza serta bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendidik anak-anak kita agar mereka memiliki kecintaan kepada Al-Aqsa, mereka memiliki adanya kepekaan tidak sekedar uh, ikut-ikutan dengan hore-hore yang ada tapi kemudian hilang begitu saja yang kita ingin harapkan adalah anak-anak kita memiliki rasa cinta dan cinta itu terpatri sampai kapanpun kepada Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum Asalamualaikum Syekhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi ma'hadna. Hai Allah akhwani wa ahli wa rub'i fi Indonesia al-habibah. Alhamdulillah. مباشرة إلى السؤال إلى لب الموضوع يا شيخنا. تفضل. آه ما هو الوسائل التي تربي بها أولادنا وبناتنا في حب فلسطين والمسجد الأقصى؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بداية أحيي إخواني في فلسطين بمجملها، أحيي إخواني في غزة العزة الذين يسطرون بدمائهم وأرواحهم وبيوتهم ونساء أطفالهم صفحات من العزة لخدمة هذه الأمة وفي تحريرها من الكيد الصهيوني. كذلك لاخواني في الضفه الغربيه في كل مجملها بما يقومون به في مشاغله الاحتلال وكل الشرفاء في العالم. هنا الحقيقه ان الوسائل التي نستطيع تربيه اولادنا على لحب فلسطين والعمل لفلسطين هي اساسها القران والسنه الذي يتابع احاديث النبي محمد والذي يتابع القران الكريم يجد كثير من الايات والاحاديث التي تتعلق بالبيت المقدس. فلو اكتفينا بها لتعريف الم... ال... 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 الاجيال بما ورد في القران والسنه من من احاديث تبين مكانه المسجد الاقصى اهميه مكانه الاقصى تاريخ المسجد الاقصى أ... لكانت كافيه ان نكون إن... 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 جيل رباني يعشق المسجد الاقصى لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يحب الاقصى كثيرا والمتابع للاحاديث النبويه يجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان شاغله هو تحرير المسجد الاقصى، بل انا اعتبر ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم قبل الفتح العمري هو الفتح الروحي، محمد صلى الله عليه محمد بما قام به بالغزوات التي وجهها باتجاه فلسطين والاتفاقيات اللي عملها مع بعض القبائل وهذه كلها كانت مقدمات لفتح بيت المقدس، لهذا عمر رضي الله عنه وابو بكر الصديق اكملوا ما قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما نربي اجيال على هذه المعارك وهذه الغزوات وهذه الوسائل التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم كأننا نربي جيل يحب الأقصى ويعشق الأقصى أضرب أمثلة على ذلك مثلا في, عند في غزوة الخنقة فتحت لبلاد الشام هذا في الخمسة هجري في غزوة تبوك يقول فتحت لقصور الشام يدخل عليه في اخر حياته سلامه بن ك... شداد بن اوس يقول يا رسول الله لما يراه يوعك ويتحرك يقول يا ش... ما بك يا شداد؟ قال ضاقت علينا الدنيا يا رسول الله قال يا شداد بن اوس لا باس ان الشام سيفتح هو في سكرات الموت ويؤتي بشداد الى اين؟ ان الشام سيفتح وان بيت المقدس سيفتح وتكون انت ولدك امه في بيت المقدس فكان شداد بن أسم من قضاه فلسطين بعد الفتح العمري وقبره موجود هو أولاده الآن في شرق السور الشرقي المجد الأقصى في مقبرة الرحمة كذلك يدخل عليه ذي الأصابع يقول يا رسول الله إذا ابتلينا بعدك بالبقاء بما تنصحنا قال عليك ببيت المقدس علّه ينشأ لك ذرية يغدون ويروحون إلى بيت المقدس لو نظرت للسيرة بشكل عام الآن يا رسول الله ستكون أجناد في الشام وفي العراق وفي اليمن خير لي يا رسول الله فيقول عليك بالشام ولما نقول الشام في الحديث أو الأثر المقصود في مركزها فلسطين لأن هي ضمن الشام وقلبها فلسطين وقلب فلسطين هو الأقصى قال عليك بالشام فإنها خيرة أرض الله يجتبي إليها خيرته من عبادة يعني هذا الحديث يكفي أن نرى أن, توجه رسول الله محبة رسول الله إلى الأقصى شد الرحال شد لما يقول لا تشد الرحال الى ثلاثه مساجد ويذكر من المسجد الاقصى المسجد الاقصى لو اخذنا في الجانب القراني عندك عندما نقرا القران سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المجد الحرام المجد الاقصى الان اذا هي الاقصى سماه رب العالمين وهو اية في كتاب الله لا من الذي سماه بالاقصى؟ الله سبحانه وتعالى الاقصى له ثلاثه اسماء مشهوره اسم سماه رب العالمين المجد الاقصى واسم سماه محمد بيت المقدس واسم سماه العلماء ابن حجر العسقلاني عندما ذهب لبيت المقدس 802 هجري وكان شاعرا شارح البخاري فانشد يقول الى البيت المقدس جئت ارجو جنان الخلد نزلا من كريمي قطعنا في مسافته عقابا وما بعد العقاب سوى النعيم الى البيت المقدس جئت ارجو جنان الخلد نزلا من كريمي والشاب اللي بعث رسالة يستصرخ فيها صلاح الدين لتحي الأقصى يقول له يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى إلى بيت المقدس كل المساجد ظهرت وأنا على شرفي ودنس فكانت اللي هي صرخه لصلاح الدين ادت الى تحرير المقصة هذه القيم والمفاهيم عندما نعلم اولادنا ونربي اولادنا على ما قام به صلاح الدين على حب النبي صلى الله عليه محمد للاقصى والايات والاحاديث التي وردت في ذلك وانا شرفني ربي ان كتبت كتابا اسمه الاربعون المقدسيه اخترته من 150 حديث هو عبارة عن خمسين حديث في أربعين عنوانا وقد تم ترجمته للغة الإنجليزية والملاوية والعربية وهو موجود في إندونيسيا الحبيبة هنا وكتاب آخر عن يوم القيامة وعلاقتها بيت المقدس أقول إخواني فإذا درسنا السيرة النبوية المتعلقة بالمجد الأقصى ودرسناها لأولادنا هي تكفي أن نربي جيل رباني يعشق الأقصى لأنني أقول هناك الثلاثيات المباركة أسميها لا يحب الأقصى إلا من عرفه ولا يحب رسول الله إلا من أحب الأقصى ولا يحب الاقصى الا من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما نقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة النبويه في هذه الاحاديث التي تعلق بمجرا الاقصى كاننا نعمل منهج نبوي اللي يحب لتخريج جيل يعشق المسجد الاقصى اذا كان يحب رسول الله لان رسول كان هواه للمسجد الاقصى خير لي يا رسول الله الى اخره كذلك لاحظوا الان اخواني من كثره ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يطري المسجد الاقصى ويحببه للصحابه حتى ظنوا انه افضل من مكه والمدينه قالوا يا رسول الله مسجدك خير أم المسجد الأقصى كما في حديث أبي ذر تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه محمد فكنا يا رسول الله مسجدك خير أم المسجد الأقصى قال صلاة في مسجدي خير من أربع فيه يعني أربع صلوات ربع صلوات ألف صلاة في المسجد النبوي و250 في المسجد الأقصى لكن انظروا بقية الحديث ولنعم المصلى هو وليوشكن أن يكون لحدثكم مثل شطن فرسهم الأرض الآن يعني حبل اللي بتربط فيه الفرس مترين وفي رواية قوس أحدكم يكون لأحدكم مثل شيطان فرس من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا الله أكبر إذا يرى كيف بمن يصلي بالأقصى كيف بمن يرابط بالأقصى كيف بمن يدفع الأقصى أليست هذه كافية لتربية جيل هذا الحديث فقط خذ أخي دعوة سليمان عليه السلام ألا يدخل هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذه الرواية وردت في عبد الله بن عمر وعبد الله الديلمي وهي رد على الصهاين ليكون سليمان بن هيكلا سليمان عليه السلام لم يبني هيكلا سليمان عليه السلام جدد المسجد الأقصى الذي بناه آدم إخواني عندما نقول المسجد الأقصى هو ثاني مسجد ضعف الأرض بناه آدم عليه السلام ودعوة سليمان كما ذكرت قبل قليل ألا يدخل هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبك أمه لهذا عبد الله بن عمر كان إذا ذهب المسجد الأقصى لا يشرب حتى الماء فيه ولا يتوضأ يقول أريد أن تصيبني دعوة سليمان عليه السلام، فمن أراد الطهارة ومن أراد أن يخرج من ذنوبك وملدتهم فعليه بالأقصى. إخواني عيسى عليه السلام أشراط الساعة الكبرى كلها وهذا يحتاج تفصيل نحتاج إلى محاضرة كاملة ينزل في دمشق لكنه يصلي الفجر خلف امام المسلمين في ذلك الزمن في الاقصى ويحكم اربعين سنه في الاقصى ويهل من الاقصى ويرفع القران من الاقصى وينفخ في البوق في الاقصى كل هذه وحتى داخل الاقصى وجدنا الصخره صخره بيت المقدس التي تمثل الذي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصخره قال الصخره والعجوه من الجنه والتي بنى فوقها المحراب اللي هي آدم عليه السلام اللي تربت في داخله مريم وابنها عيسى كلما دخل عليها زكريا أين كان المحراب كان فوق صخرة بيت المقدس اللي هي نعم الأمر الآخر حتى تحت الصخرة الصخرة فيها جوف في داخله كان يعيش فيها كما أثبت بذلك بسام الجرار في كتاب اللي هي أصحاب الكهف يقول كانوا يعيشون في داخل هذه الصخرة إذا أصحاب الكهف الرقيم كانوا يعيشوا تحت هذه الصخرة يا إسلام يا مسلمين يا عرب اثنين مليار مسلم والله عيب على هذه الأمة أن يعيش أن تبقى هذه المقدسات يدنسها الصهاينة الصهاينة يريدون هدم قبة الصخرة وبناء هيكلهم مزعوم فوق الصخرة فوق المكان التي عرج منها من محمد صلى الله عليه وسلم المكان الذي بنى عليه آدم المحراب المكان الذي تربت فيه مريم وابنها عيسى المكان الذي في جوفه موجود أصحاب الكهف الآن هذا منهج هذا يكفي الآن لو دخلنا حتى كذلك بعض الجوانب في القرآن عندما نقرأ القرآن ونقرأ سبحان الذي أسرى بعبده آية الأولى في سورة الإسراء فنجد أن الله الذي سمى الأقصى باسمه نجد أن القرآن هي آية في كتاب الله وأختم في هذا الجانب الآن وهو يحتاج إلى تفصيل كثير أختم في هذا الجانب في ليلة الإسراء أي ليلة تلك هذه الليلة بل أنا أفتي بذلك وأقول ليلة الإسراء هي أعظم ليلة في التاريخ الإسلامي بل أعظم من ليلة القدر ليلة القدر تأتي كل عام لكن ليلة الإسراء لم تأتي إلا مرة ولن تعود بعد ذلك هذه الليلة ما الذي حصل في هذه الليلة ليلة جمع الله بها خيرة أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم مع خيرة أهل السماء جبريل عليه السلام وكما يقول القرطبي في كتاب أحكام القرآن أذن جبريل وأقام الصلاة جبريل وقال صل يا محمد فصلى إماما بالمسلمين فنزل قوله تعالى في الأقصى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يا مسلمين يا عرب هل تعلمتم من قبل أن القرآن نزل في الأقصى القرآن نزل في مكة والمدينة والأقصى كما يقول قرط بهذه الآية سورة الزخرف في الآية 45 نزلت في الأقصى هذا المنهج هل يدرس الآن لو درسناه لأولادنا في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات لخرجنا جيل رباني يحب الأقصى ويعشق الأقصى هذه قسم بسيط وأحيلكم إلى كتاب الأربعين مقدسية في خمسين حديثا ستجدوا أشياء كثيرة جدا أنا أخذت بعض بها شد الرحال وكذا إلى آخره فالأقصى منه البداية وإليه المنتهى وأختم في هذا الجانب إخوان الأقصى حقيقة الأقصى يدخلنا في مداخل كثيرة الإمام أخي الآن إبراهيم عليه السلام ماذا كان في العراق سمعنا فتى يذكرهم يقال إبراهيم جاءت بسيط النكرة لكنه عندما دخل الأقصى 1900 قبل الميلاد قال عنه رب العالمين إني جاعلك للناس إماما فمن أراد الإمامة ومن أراد العزة ومن أراد الرفعة فليعمل المجد الأقصى ومن أراد الخسة والنذالة فليتآمر على المجد الأقصى إذا أخذ الإمام إبراهيم أين في الأقصى ومحمد صلى الله عليه وسلم لماذا أسري به من المجد الأقصى لماذا لم يعرض به إلى مكة الله اراد شيئا اخر اسرى به من مكه وجاء الاقصى وصلى بالاقصى ثم صعد للسماء وفرضت الصلاه إخواني الصلاة التي أول ما يحاسب عليها المرء يوم القيامة أول صلاة صليت صليت بالأقصى صلاة الفجر صلى بها محمد صلى الله على محمد جمع الله له الأنبياء 124 ألف نبي و250 رسول صلى بهم إماما ومعنى هذا أن محمد أصبح إماما للعالم كله وما أرسلناك إلا كافة للناس أين هذا المنهج من جامعاتنا ومن مدارسنا ومن معاهدنا يا أمة الإسلام هذا يكفي هذا, هذا الذي ذكرته الآن في هذه الدقائق المحدودة نربي عليه أجيال تعشق الأقصى وتحب الأقصى والله لو تعلم المسلمون وأبناء المسلمين هذا الذي يقوله ما تركوا الأقصى لهذه العصابة الصهيونية خمس مليون صهيوني يذلون العالم الإسلامي اثنين مليار مسلم عيب والله على هذه الأمة يجمعون اثنين ونصف مليار الصهاينة وصل إلى أربعة في تهويد بيت المقدس وصندوق اللي عمل على أثر حريق المسجد المجد... الأقصى في المسجد الجامع 17 دولة عربية تجمع 30 مليون 40 مليون الآن والله هذه جريمه لان الاجيال مغيب اخي الان، من يعرف هذا الكلام الذي لا تدرس في مدارس ولا تدرس في جامعات ولا تدرس في معهد، كيف الناس يعرف الاقصى لا فانا اختم واقول الترجمة يا شيخنا يستمعون المستمعون ينتظرون ينتظرون الترجمه انا ظننت انه فقط باللغه العربيه نعم لا 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 المستمعون يستمعون ويعشقون الى الترجمه تفضل نعم Wah, wow, Masya Allah penjelasan beliau sangat komplit dan nyambung satu sama lain sampai saya sendiri sangat menikmati mohon maaf para hadirin sekalian pertanyaan saya saya sederhana sebetulnya tapi jawabannya Masya Allah sangat komprehensif bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita supaya mereka mencintai Masjid Al-Aqsa pertama beliau e, menyampaikan tahiyah, apa salam ya untuk seluruh pejuang Al-Aqsa seluruh para pejuang yang memperjuangkan Palestina di seluruh dunia ini merupakan kemuliaan yang perlu kita jaga dan juga untuk para kawan-kawan, para sahabat, para saudara-saudara yang ada di Gaza dan juga di tepi barat serta seluruh orang mulia di seluruh dunia yang memperjuangkan Al-Aqsa saya sampaikan salam ta'zim untuk semuanya bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar mencintai Al-Aqsa yang pertama dengan Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim banyak menjelaskan kepada kita tentang Al-Aqsa bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al aqsa langsung menyebutkan nama masjid itu secara langsung di dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melalui banyak perang, banyak aktivitas-aktivitas uh, melawan musuh dan seterusnya sesungguhnya itu merupakan adalah muqaddimah untuk membebaskan al-Aqsa. Jadi kapan mulai pembebasan al-Aqsa? Pembebasan al-Aqsa itu dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuka hati, membuka ruh dari para kaum muslimin untuk memberikan uh, perhatian kepada al-Aqsa. Dan uh, puncaknya adalah pada masa Abu Bakar As Siddiq dan Umar bin Khattab ketika mengirimkan pasukan-pasukan untuk membebaskan al-Aqsa, membebaskan kawasan Syam. Jadi Sejak uh, beliau hidup beliau sudah memberikan fondasi pengetahuan kepada para sahabat tentang Masjid Al-Aqsa ini. Shaddad bin Aus itu pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata bahwa Syam akan dibuka dan Syam kelak akan benar-benar menjadi milik kaum muslimin dan kelak kamu dan anak-anakmu akan menjadi pemimpin-pemimpin di sana. Dan benar sejarah kemudian membuktikan bahwa Syaddad bin Aus menjadi salah satu qadi, salah satu hakim yang menjadi pemimpin di Al-Aqsa. Berikutnya ketika orang-orang bertanya di akhir zaman, kami pilih di mana? Beliau menyampaikan arahan, Alaika bibaitil maqdis. Tinggallah di Baitul Maqdis, tinggallah di Palestina karena itu merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi Bahkan beliau memerintahkan secara khusus untuk berangkat dengan sengaja menyiapkan bekal untuk sholat di Baitul Maqdis hmm. Kemudian nama Al-Aqsa itu ada tiga Dalam Al-Quran disebutkan dengan uh, Masjidul Aqsa Kemudian kalau dalam hadis disebutkan Baitul Maqdis sementara Ibnu Hajar Al Asqalani wafat tahun 802 uh, Hijriah beliau menyebutnya dengan Baitul Muqaddas sebagaimana syair yang disebutkan oleh Syekh tadi. Kemudian beliau menyatakan bahwa cinta Al Aqsa itu adalah bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada segitiga yaitu Al Aqsa kita manusia umat Islam dan Rasul Siapa yang mencintai al -Aqsa, Siapa mengenal Al-Aqsa Berarti dia akan mencintainya Siapa yang mencintainya dia akan mencintai Rasulullah Siapa yang mencintai Rasulullah dia akan mencintai Al-Aqsa Siapa yang mencintai Al-Aqsa Dia adalah bukti cintanya kepada Rasulullah Kemudian uh, Salahuddin Al-Ayubi pun berjuang ya Untuk membebaskan ini karena kemuliaan-kemuliaan yang ada di Al-Aqsa, apa saja kemuliaan-kemuliaan yang ada di sana? Pertama, doa Nabi Sulaiman Alaihissalam salam. Beliau pernah menyatakan bahwa siapa yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada keinginan apapun kecuali untuk sholat di sana, dia akan keluar dari Masjidil Aqsa dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya, sebagaimana keluar dari perut ibunya. Berikutnya, Nabi Musa, Nabi Isa Alaihissalam salam, Nabi Isa Alaihissalam salam. Beliau nanti akan turun di Masjid Al-Aqsa, akan salat subuh di sana, akan membangun benteng perjuangannya melawan Dajjal, melawan kemungkaran di akhir zaman itu dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam di sana, beliau menjadi seorang imam, menjadi seorang yang sangat dimuliakan. Di dalam Masjid Al-Aqsa ada batu besar yang sangat... Uh, mulia dan dari batu besar itulah kemudian dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk Isra dan Mi'raj. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya as wal ajwah min al jannah bahwa batu besar itu dan ajwah itu dari surga. Kemudian Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ternyata tempat goanya itu ada di mana? Yaitu di bawah sahrah yang besar di Baitul Maqdis itu. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Masjid Al Aqsa sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah sebetulnya yang paling mulia itu Al Aqsa atau Masjid Nabawi. Akhirnya Rasulullah menyatakan kemudian keluar hadis ya yang siapa yang sholat di Masjid Al Aqsa pahalanya sekian, siapa yang Masjid Nabawi pahalanya sekian. Itu karena seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Masjid Al Aqsa dan di Masjid Al Aqsa itu adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan wahai kaum muslimin yang beriman dengan para rasul, dengan para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya bahwa Al-Aqsa itu adalah uh, banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di sana. Doa Nabi Sulaiman, tempat Nabi Ibrahim, tempat Nabi Isa Kemudian Ashabul Kahfi ada bangunan-bangunan bersejarah, benda-benda bersejarah, kemudian Maryam alaihi salam. Ya Maryam alaihi salam dulu mihrabnya itu juga berada di Al-Aqsa. Masa kita biarkan semua ini diambil oleh orang Yahudi? Kemuliaan kita diambil oleh mereka? Maka sungguh aib dan terhinalah kita ketika kita tidak mampu membela Al-Aqsa. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj itu adalah malam yang paling agung bahkan lebih mulia lebih agung daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam Lailat pada malam Isra dan Mi'raj itu turun satu ayat. Turun satu ayat seperti kata Imam Al-Qurtubi, "Was'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min duni rahmani alihata yu'badun." Ada ayah kata Imam Al Qurtubi itu turun di Masjid Al Aqsa. Jadi kalau ada ayat yang turun di Mekah, turun di Medina, ada juga ayat yang turun di Masjid Al Aqsa. Kemudian pada malam Lailatul Isra Mi'raj itu Rasulullah menjadi pemimpin seluruh nabi-nabi yang pernah hadir. Beliau salat fajar, salat subuh di Masjid Al Aqsa bersama para nabi-nabi yang lainnya. Maka Al Aqsa ini adalah awal kemuliaan dan kesanalah ujung dari perjuangan. Tidak ada yang memuliakan Al-Aqsa kecuali orang yang mulia, orang yang mulia dan tidak ada yang akan meninggalkan Al-Aqsa kecuali orang yang hina yang membiarkan Al-Aqsa dalam usaha Yahudisasi dengan segala kebohongan-kebohongan mereka. Asyallah ya Syekhana. آه هذا السؤال الاول نربي ابنائنا بهذه يعني نربي ابنائنا بالقران نعم. ثم بالسنه النبويه ثم بالتاريخ الاسلامي نعم. والتطبيق العمل على ذلك يعني إضافة بسيطة إن نحاول في البيت مثلا أعمل حصالة لأولادي في البيت وأعلمهم الإنفاق مثلا حتى لو لو ربية واحدة يضع الطفل يعرف إن أنا أساعد إخواني تضع مثلا صورة للأقصى تعمل مسابقة في بيتك مثلا حفظ أحاديث القدس مثلا شد الرحال وغيرها مسابقة في صوت الإسراء للمدرسين للمدرسات للأنشطة اللي بتكون في المدارس في المعاهد فعندها الطالب يشعر في تطبيق عملي لما ذكرت الآن عندها يصبح الطفل تحت شعار أنا دائما أقول في شعار احمل الأقصى دوما معك ليكن الأقصى حاضرا في عقلك وفي قلبك وفي جيبك لمن يستطيع أن يقدم الآن عندها نكون نصبح أن هذا الجيل رباني يتكلم ويعيش الأقصى ويحب الأقصى ويعمل الأقصى استنادا على ما ذكرناه من وسائل وساليب نبوية وقرآنية يستطيع الولد أن يربي نفسه ويصبح الإنسان هو قرآن يمشي على الأرض الآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من awal bahwa يعمل حتى نخرج جيل يعشق الأقصى ويعمل لتحريره إن Ya, jadi yang praktisnya bagaimana? Praktisnya setelah kita menceritakan sejarah-sejarah tadi, kita bisa membuat ada celengan di rumah, ada tabungan untuk al kita bisa menempel gambar Baitul Maqdis di rumah, kita bisa ada musabakah pengetahuan tentang Al-Aqsa, kita bisa ada musabakah menghafal surat Al-Isra. Intinya adalah bagaimana kita membuat anak-anak kita itu rindu dengan Palestina. Mencintai Palestina dan menjadikan mereka itu selalu membawa Palestina di dalam hati mereka. وفي جانب آخر سلبي لابد ذكره كذلك نربي أولادنا على معرفة اللي هي الصهاينة إجرام الصهاينة ماذا يخططون للأمة لأن الله سبحانه وتعالى حذر منهم فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 55 صورة في القرآن تتحدث عن اليهود 140 صفحة في القرآن تتحدث عن اليهود إذا لماذا يحذر من وإن كان اليهود الحاليين ليس لهم علاقة بني إسرائيل لكن تقمصوا صفة الكفار من بني إسرائيل هذه الآيات الكثيرة والأحاديث لعن الله اليهود اتخذوا كبر أنبيهم فأنا عندما نحذر ابناءنا من هذه العصاب هؤلاء كان ضد الأنبياء وضد كذا والذين جاءوا وتقمصوا صفة السابقين فبكون جانب ايجابي وسلبي لان هؤلاء سيدمروا العالم الاسلامي احتلوا مقدسات المسلمين وعيونهم كبيره على باقي الدول الاسلاميه من النيل الفرات فناخذ بجانب الايجابي والتحذير من اليهود لابد ان يكون حتى نكو نكون عقليه عند الطفل ليعرف لي قيمه الاقصى والخطوره التي تتعلق بذلك نعم nah, ثم kepada mereka tentang kewaspadaan terhadap, uh, Zionis. Yahudi Israel. Yahudi ini sudah ada celaan kepada mereka pada 55 surat dalam Al-Qur'an dan ada sekitar 140 halaman dalam Al-Qur'an berbicara tentang kejahatan Yahudi dan sifat-sifatnya itu ada pada Yahudi-Yahudi yang ada saat ini. Maka di sisi lain kita membuat mereka cinta dengan Al-Aqsa, di sisi lain kita membuat mereka waspada dan bahwa musuh-musuh -musu Al-Aqsa itu memang orang-orang yang sudah صفات نادرنا لما القرآن ثم يا شخنا، آه، ما المقصود بالجيل الرباني والمقر... وهل نجدها الآن يعني الجيل الرباني يحب البيت المقدس ويحب الاقصى نعم هو أجاب على ذلك أخي الحديث النبوي تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا والك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن عن سبيله الجيل الرباني هم اللي متخذ القرآن والسنة منهجا ربانيا يتربى عليه ويتعود عليه ويطبقه فهذا منقول يعني جيل الرباني جيل التزم بما قال الله وقال رسوله هذا يسمى جيل رباني موجود نعم موجود ما تزال أمة في خير إلى يوم القيامة الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة الأمة تمرض أخي ولا تموت الأمة تمرض ولا تموت ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل كما ورد في الحديث إن الله لا يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها الدين لا يتجدد الدين هو ثابت من عند آدم إلى الآن دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خ... لكن نقول هو تجديد الناس تعريف الناس لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فالله يبعث علماء ممن يبعث النشاط في الأمة من جديد الآن كما ذكرت الإسلام بخير وهو بخير وسيبقى ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين أين هم يا رسول الله قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وغزة من أفنك بيت المقدس التي تقوم بما تقوم به إذا ستبقى الطائفة المنصورة والإسلام الذي تعرض له من أزمات ومن حروب ومن مؤامرات لولا حفظ الله سبحانه وتعالى وهو محفوظ بلا شك الآن لن دثر من زمان كما دثرت الحضارات السابقة لكن الله لن يقبل ذلك الآن لكن يتعرض المسلمين للابتلاءات نعم وليميز الخبيثة من الطيب ويتخذ من منكم شهداء هذه كلها خطوات على الطريق لكي يعيد الإسلام نظارته من جديد ونحن في العهد القادم الآن بناء على استقراء الحديث والآيات أقول لإخواني وأبشرهم نحن في المرحلة الثانية المرحلة الأولى لعودة الإسلام بعد البعثة كانت في اليوم أكملت لكم دينكم في عرفات وس وبدأت المرحلة الثانية الجديدة الآن التي سيترتب عليها قيام وعودة خلافة راشدة وتستمر الإسلام بعزته إلى أن, ي أن ينزل عيسى عليه السلام نحن الآن في بداية المرحلة الثانية مرحلة العودة لدين الله ومرحلة الإسلام الآن طيب هل تري كان Uh, adakah jail robbani yang hadir pada saat ini dan apa sifatnya tentu ada dan itu dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada selalu kelompok dari umatku yang akan terus bertahan dengan kebenaran dan mereka itu berada di sekitar baitul Maqdis kalau kita lihat dengan kondisi umat saat ini maka kita hanya akan kita mengatakan bahwa umat ini bisa sakit tetapi mereka tidak akan pernah mati karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus di setiap ujung seratus tahun siapa yang akan menyegarkan kembali pemahaman-pemahaman agama bagi manusia. Jadi pada saat ini insya Allah kita akan pada saat ini umat Islam mengalami dua, dua keadaan. Pertama keadaan kembalinya Islam, kembalinya Tauhid dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu diumumkan seperti waktu di Arafah dulu di Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang kesempurnaan agama dan kembalinya tauhid ke jazirah Arab dan ke seluruh dunia dan kedua inilah masanya yaitu kembalinya fase khilafah rasyidah kepemimpinan sesuai dengan manhaj khulafaur rasyidin sampai nanti insya Allah akan dibangkitkan Nabi Isa alaihi salam. Uh, Sami'na كثيرا anil Hamas ya Syekhana. Syawikhna anha wa'arifna anha. حماس حقيقة امتداد هي حركة اسلامية امتداد الحركة من قبل يعني عز الدين القسام الثورات اللي حصلت في فلسطين من قبل اه مثلا الجيش الإنقاذ اللي حصل في فلسطين ثورات ثورة البراك اه ثم الشيخ اللي سمت اسمها باسمه عز الدين قسام هو شيخ سوري حقيقة حكم عليه بالاعدام من فرنسا اه ب وخرج من دماء من سوريا الى فلسطين وكان اماما في مجد الاستقلال في حيفا وبدا يؤسس لحركات جهاديه ويربي في الشباب الى ان استشهد في سنه 33 في غابات يعبد ثم استمر بعده المجاهدون في حمل رساله الجهاد وان كان اسمهم يختلف الان واستمرت ثم جاء الثورات المتواصله حتى تمت انشاء هذا الكيان في 48 بتواطؤ عربي في ذلك الزمن وتواطؤ بريطاني والعالم كله استمر هذا الوضع اللي تم احتلال 48% من مساحة فلسطين ثم بعد ال67 أكملوا البقية فلسطين بعد ال67 حصل الصدمة حقيقة للناس الآن فبدأ الشباب يتربوا على الإسلام وأنا عشت هذه الفترة حقيقة في فلسطين مع الشباب اعتكافات في المساجد والصلاة في الأقصى وعودة الحجاب والتربية على منهج نبوي وأنا لو أردت أن أضع له بين قوسين أقول لتصنع على عيني الصهاينة كانوا ينظرون لكنهم لم تستخدم السلاح في ذلك الزمن فقط تربوي منهج تربوي حتى السبعة وثمانين سبعة وثمانين طلقت انتفاضة الأولى انتفاضة اللي هي سبعة وثمانين في ثمانية 12 فاعلنت حماس عن نفسها أنها حركة إسلامية حماس هي مختصر الحركة الإسلامية حين سا كذا نعم فهي الحركة الإسلامية امتداد بما كانت به الحركات في ثورة البراك الفترة السابقة كلها منذ الاحتلال الاغتصاب البريطاني وحتى انشاء الكيان الصهيوني لكن الاسم فقط يعني بعض الناس يظن ان حماس انشئت في السبعة وثمانين لا حماس هي موجودة من الاربعة الف وعشرين وفي التسعة وعشرين وفي الستة وثلاثين اضراب الستة وثلاثين كان يكون بهم مسلمون لكن كانت باسماء اخرى جيش الانقاذ يسمى مثلا اللي هي الحركات الاسلامية موجودة لكن في السبعة وثمانين اعلنت عن نفسها باسم اللي هي لعز الدين قسام اللي كان من المجاهدين في فلسطين واستشهد في غابات Fijini Nah, ya Hamas yang paling banyak kita dengar namanya sekarang gerakan yang sangat uh, luar biasa mampu menghabisi Israel itu sebetulnya perpanjangan dari pasukan-pasukan yang sudah pernah ada sebelumnya. Ada Jaisul, ada Jaisul, In, Jaisul dan yang lainnya. Kemudian Hizudin uh, al-Qassam yang menjadi nama brigade pasukan elit saat ini yang sangat menakutkan Israel itu berasal dari nama Sheikh Hizudin al-Qassam beliau awalnya adalah orang Syria kemudian Imam Masjid al-Istiqdal Al di Haifa kemudian beliau itu wafat di uh, hutan Yarmouth tahun 1933 dan kemudian terbentuklah uh, pasukan Hamas ini sebetulnya adalah hanya kelanjutan dari pasukan yang sebelumnya sudah ada dari anak-anak muda yang terdidik dengan pendidikan nabawiyah dengan pendidikan keislaman yang sangat kuat dan beliau menyatakan pernah merasakan pendidikan keislaman yang sangat kuat itu ketika berada di Gaza menghadapi penjajahan Israel maka bangkitlah tahun 1987 tanggal 8 bulan 12 berdirilah Hamas dan sebetulnya kekuatan dari Hamas adalah kekuatan dari sejarahnya, kekuatan dari perjuangannya dan kekuatan dari pendidikannya. Dimana Hamas al-an a'zam jayish fil alam? Yani yu'tabar min 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 aqwa quwa fil jaysh fil alam, Syekhana. Hamas ya bint al-ikhwan muslimin fal-manhaj al-fikri alladhi kan tatarabba manhaj al-ikhwan al-Qur'ani wa sunnah wa ma yata'allaq bi dhalika al-an. الأمر الآخر هي تختار نوعيات معينة وتفرض عليهم اللي هي أسلوب تربوي جديد يعني أو أسلوب تربوي إسلامي لا مثلا يمنع عن كل الفساد الخمور كذا المرة تحتجب يحفظ القرآن ولهذا نكد الآن أكثر دول العالم أو أكثر مد في العالم بحفظ القرآن الآن في غزة آخر الأخبار أكثر من مئة ألف حافظ بل هناك الكتائب الخاصة الخاصة في حماس كلهم حفظت قرآن يشترط أن يكون حافظ لكتاب الله فهم يتربوا تربية منهجية ربانية قرآنية لهذا هذا هذا الشاب يعرف قيمة الشهادة فهو ينطلق والذي يشاهد الآن الأحداث يجري إلى الدباب بعضهم يلبس لباس رياضة لا يلبس حتى لباس عسكري بعضهم جاء رجل حافي حافي القدمين الآن ونرى جيوش مؤللة لكنها جبانة لا تستطيع أن تواجه هذا العدو لكن يأتي شاب يخرج من النفق وهو حافي القدمين ويضع العبوة في داخل الدبابة الدبابة تعتبر أحدث دباب في العالم كيف وصل هذا الرجل هذا 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 لأنه يستعذب الموت على الحياة هذا ذكرنا باقوال الصحابه عندما كانوا يذهبوا للموت، كانت الشهاده هي مبتغى كما قال مطعم لما طعنه احد الكفار قال فزت ورب الكعبه، واريد ان اطع عرجتي بالجنه، قصص كثيره في السير نبي نجدها هذا الجيل الرباني الحديث الان اللي هو كان مفقود قبل، يعني ان تودع امراه اولادها وتقول لهم انا لا اريدكم الان ام فرحات وغيرها الكثير، اريدك انت في الشهاده، اريد ان تشفع لي يوم القيامه. قصص كثيرة لابد أن توضع في التراث وسيأتي الزمن الذي تكتب بحروف من نور هذه الفئة المؤمنة الصابرة المجاهدة المربعة على القرآن والسنة التي تعشق فلسطين وتعشق الأقصى وتعرف أنها لابد أن تحل الأقصى من الصهاينة ارتباطها بالقرآن والسنة هذا الجيل الله سبحانه لن يتخلى عنه لا أبدا كانت في أحداث 2014 دخلت عند احد القضاه وكان يرمي الفسفور والابيض والحرب طاحنه كما هي الان فقلت لي ستنتصر انا لا اقول سيهزم الصهاينه لان الصهاينه العالم كله يدعمهم لكنها لن تحقق الصهاينه اهدافها كان يقولون سنمسك قادتهم ونعرضهم في تل الربيع وكذا قال كيف قلت سينتصر لسببين وهذا يتعلق في التربيه قال ما هي قلت السبب الاول هناك حديث يقول لا يغلب عشر ألف من كلة والحماس عندها الآن الذي يعرفه كان فترتها 84 ألف حافظ للقرآن وهناك عائلات مقدسية بالكامل عائلات عائلات في غزة الابن والأم والبنت كلهم يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر حديث الطائفة المنصورة اللي ورد في أكثر من ثلاثين رواية من بينها ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يلقوا الله على ذلك أين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس وغزة من أكناف بيت المقدس لأن العلماء يكون هناك دائرة مقدسة ومباركة قطرها أربعين ميل اللي هي اللي ورد فيها في القرآن باركنا حوله باركنا فيه باركنا عليه وادخل الأرض المقدسة غزة تعتبر من هذه الدائرة المقدسة فهذا الجيل الرباني لا نجده في مكان آخر شاب يخرج يريد الشهادة يبحث عن الشهادة امرأة تودع أولادها تقول لا أريدكم أن تعودوا أحياء أريدكم أن تشفعوا لي في الجنة وهكذا امرأة تقول أنا عندي ثمان أولاد استشهد أحدهم لكني اتفقت مع, أبي مع أبوهم أن نقدم أحدهم شهيدا في سبيل الله وسبيل فلسطين تقول سأقدم الثمانية لا, 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 لا بأس بذلك الآن هذا القيم أخي طلب الشهادة وروح الشهادة لا نجدها الآن فحماس أعادت للأمة هذه المفاهيم المفقوده التي فقدناها من قبل لا نذكرها في ايام الصحابه فعادت لترسخ هذه المفاهيم في الامه وفي شباب الامه واصبح الان ابو عبيده هذا الشاب الملثم اصبح ايقونه للعالم كله حتى في كثير من الغرب الكفة اسلموا قال ما هذا الرجل يعني هذا الرجل في قوه شجاعته وحبه لدينه ولفلسطين والاسلام هذا اصبح قدوه للاخرين كثير من الشباب عادوا الاسلام، بعض الناس اسلموا، ونسمع اشياء كثيره الان في الاعلام عن اللي هي هذه الايقونه الاسلاميه، هذا هو ابن حماس ابو عبيده السنوار وشيخهم الكبير رحمه الله، اخي حركه قدمت قادتها احمد ياسين، الرنتيزي وغيرهم الكثير، حركه تقدم قادتها لانهم هذا يمثل في الصحابه، على سبيل المثال الصحابه رضوان عليهم الاخير، اخي 60% من الصحابة من القادة الصحابة استشهدوا من الصحابة وث... وأكثر من 80% من من القيادة و60% من الصحابة سقطوا في معارك في الشهادة الآن فأعادت القيم قيم الشهادة والمفاهيم الإسلامية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين هذه الحركة المباركة وستصبح قدوة في العالم وستنتصر بإذن الله لأنها توكلت على الله وخرجت لله وفي سبيل الله ولن يخذلها رب العالمين ما شاء الله Hamas Masya Allah sekarang ini menarik perhatian Mereka dengan kekuatannya itu mampu menghalau Israel dengan kemampuan yang luar biasa Siapa sebetulnya Hamas ini? Beliau menyatakan bahwa Hamas ini adalah anak kandung dari Ikhwanul Muslimin Tetapi Hamas ini memiliki gaya pendidikan khusus Di antaranya adalah mereka semuanya harus hafal Quran Dan mereka menumbuhkan kembali nilai-nilai syahadah atau nilai-nilai syahid di jalan Allah. Mereka itu bahkan lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Karena saking cintanya kepada kematian itu sampai beliau tadi cerita ada beberapa orang ya. Beberapa orang itu yang keluar untuk untuk menemui apa ketemu dengan teng-teng itu itu cuma pakai baju olahraga tidak pakai sendal mereka memang menyambut kematian itu dengan riang gembira bahkan naruh bom itu di tank-tank Israel itu dengan tanpa ada kenal takut sedikit pun. Bahkan orang orang-orang Palestina bukan hanya pahlawan-pahlawannya saja, ibu-ibunya itu dia bahkan menyatakan kepada anak-anaknya aku tidak pengen kalian di sini. Aku pengen kalian semua syahid dan nanti kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepadaku. Nah, kemudian kita lihat juga Hamas ini mengembalikan kembali ruh yang hilang itu, ruh tarbiyah jihadiah, ruh keinginan untuk mati syahid yang hanya kita dengar pada generasi-generasi sahabat. Dulu kita dengar dalam kitab-kitab sejarah dan kita baca dalam kajian-kajian adanya keinginan untuk mati syahid, tetapi sekarang seakan-akan hilang. Hamas mengembalikan semangat itu dengan perjuangan mereka. Dan kita lihat Nama Abu Ubaidah As-Sinwar itu menjadi salah satu ikon dunia yang kemudian orang takjub dengan kebenaran-keberaniannya, dengan perjuangannya, bahkan bukan hanya di negara-negara Islam, di negara-negara Barat banyak yang menjadikan Abu Ubaidah sebagai ikon, dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Dan kalau kita lihat, yang syahid dari Hamas itu bukan cuma prajurit-prajuritnya para pimpinan-pimpinannya semacam Syekh Ahmad Yasin, Syekh Rantisi sebelumnya mereka sudah syahid dan banyak sekali sebetulnya pimpinan-pimpinan Hamas yang syahid sama seperti dulu para sahabat 80% para pimpinan-pimpinan sahabat 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 senior itu syahid di medan perang artinya Hamas ini insya Allah akan mengembalikan kembali kemuliaan umat ini dan tidak akan terkalahkan karena dua sebab kata beliau Hamas tidak akan terkalahkan karena dua sebab. Sebab pertama, hadis Rasulullah bahwa ribu pasukan tidak akan pernah terkalahkan dan Hamas sudah memiliki itu. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah bahwa akan ada sekelompok dari umatku yang terus memperjuangkan kebenaran, mereka tidak akan uh, kalah oleh bagi yang ingin mengalahkan mereka, mereka tidak akan pernah goyah bagi yang mengejek mereka, dan mereka akan terus mendapatkan pertolongan dari Allah. Di manakah mereka? Mereka ada di Baitul Maqdis dan di sekitaran Baitul Maqdis, dan Gaza berada di sekitar Baitul Maqdis. Maka saya yakin Hamas akan menjadi pemenang karena mereka keluar karena Allah dengan tujuan mengharapkan ridho Allah, dan Allah pasti akan membantu mereka. واصل يا شيخنا نواصل ما ما شاء الله. الله ثم يا شيخنا كيف المنهج النبوي في في كانه في في تاثير تاثيرا في تربيه حماس الذي وصل ما وصل اليه الان نعم عندما يس يقرا الشاب الذي تربى على منهج النبوي والقران والسنه يقرا ما اعد الله للشهيد يدخل سبعين من أهل بيته يرفع عنه العذاب القبر ويزوج كذا إلى فهو يؤمن بهذا الكلام الآن فهو يسعى للشهادة وعندما ينظر أن الحياة الدنيا هي جسر للآخرة وأن الدنيا هي قصيرة وحياة مخلدة ويكون في حواصل الطير وما أعد الله للشهداء والله سبحانه وتعالى في الآيات تحدث عن الشهادة في القرآن وكذلك في الأحاديث الآن أكيد هذا الشاب سيسعى للشهادة ويتمنى الشهادة كما كان الصحابة يتسابقون الشباب الصغار حتى كانوا يتسابقون عن الشهادة فأنت أخي عندما ترجع للقرآن وتقرأ القرآن وتتدبر آيات القرآن والتي تتعلق بالشهادة والأحاديث التي حثت على الشهادة هذا الان اكيد حيصبح منهج عندك الان لهذا هذا المنهج التربوي هو الذي دفع للشباب للاقدام وعدم الجبن ومقارعه والان ننظر الان اخي عندما تنظر لهذا الجيش الصهيوني المدعوم للعالم كله الدبابات النمر والميركافا وغيرها الان تعتبر دبابات احدث الدبابات ياتي شاب صغير يحمل يحمل, يحمل العبوه ناسفه يضعها تحت الدبابه هو رايح يموت الان هو هو عندما يقتدم هذه آه الدبابه ممكن تطحنه طحن لكنه بكل جرأة يضع العبوة ناسفة وينتظر حتى يفجرها الآن ويبتسم وهذه القيم هذه الآن لم تأتي من فراغه الآن والمسلم إذا عاد إلى الله وتربع القرآن السنة لا يخاف من شيء فخافوني إن كنتم مؤمنين هذا يطبق الآية تماما هذا الشاب الذي خرج يجاهد ولهذا هرقل عندما كان يسأل قادته نحن جيش مؤلل بالحديد وبالنار وأربعمائة ألف والمسلمين لم يتجاوزوا مائة ألف كذا كيف يهزمونكم يقول لقائده يقول هؤلاء نحن نقات الناس نحن جاءوا ليموتوا ونحن جئنا لنعيش كيف كيف تلتقي هؤلاء؟ هذا الجيل الرباني حقيقة وأنا لا, أز... لا أقول ذلك من باب المدح أو الذم الآن، أقول الناس يروا الآن هذا الكلام يروه عيانا، يخرج شاب من نفقه حافي القدمين، يلبس بدلة رياضية يمكن حقها ما يصل حتى دولار أو دولارين ويدمر دبابة تكلف سبعة مليون الآن، كيف هذا؟ أين تجده الآن إلا في هذا الجيل الرباني؟ Masya Allah. Bagaimana pengaruh terbiah atau pengaruh manhaj nabawi dalam pendidikan orang-orang yang ada di Hamas Kita lihat bahwa ayat-ayat hadis-hadis itu kalau kita baca dengan benar-benar kita akan mendapati Adanya janji-janji Allah yang sangat besar yang menjadikan seseorang itu uh, rindu ya Dan merasa cinta menunggu nunggu kapan dia akan mendapatkan uh, syahadahnya Mendapatkan waktu syahidnya seperti Heraklius. Heraklius itu heran dengan pasukan-pasukannya yang jumlahnya dalam jumlah yang besar, jumlah yang hebat, tapi ternyata mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Ditanya kepada panglimanya, kok bisa kalian kalah? Kata kata panglimanya, iyalah mereka itu datang untuk mati, sementara kita datang untuk hidup. Mereka itu datang memang untuk mencari syahada itu Mencari syahid itu Sementara kita merindukan untuk terus hidup dan bertahan Sesungguhnya ini merupakan bagian dari terbiah Qur'aniyah Yang nyata benar-benar dalam kelompok masyarakat Palestina Khususnya di Hamas Mereka hadirkan ayat-ayat Al-Quran itu Sebagaimana dulu para sahabat menghadirkannya dalam kehidupan mereka uh... نسألكم عن حاضرنا اليوم يا شيخنا عن طوفان الأقصى ما أسبابها ولماذا قامت به حماس أخي هذه الدولة الصهيونية هي من بداية مقدمها كانت ترفع شعار لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى القدس بدون الهيكل ويردد كل يوم ليلتصق لساني بحنكي إلا من أنصرك يا أورشالين بنوا عقيدتهم على أمرين وانا أتعتقد لو عادوا للخلف ما 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 قالوا بهم لان تورطوا بنوا امرهم ان لابد من بناء الهيكل وهذا ليس من امر السهل صعب جدا والبقره الحمراء وبعض الاعياد اليهوديه المزوره لكن خلينا في هذا الجانب فعندما دخل كود في السبعة وستين وضعوا ثلاثه اهداف اللي هي الهدف الاول تهويد الإنسان بطرد الإنسان من القدس وإفراغها من سكانها تهويد المقدسات اللي هي تغيير مسميات والسيطرة عليها والآن في 62 نفق تحت الأقصى و102 معبد حول الأقصى الآن والهدف الثالث اللي هي تهويد المكان اللي السيطرة على المكان والآن القدس لم يبقى منها سوى 8% من المغتصبات الصهيونية لكن الهدف البعيد لهم هو هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل فوق صخرة بيت المقدس الآن هذا الهدف البعيد كانوا يمشون له ايش بالتدرج فجاءت انتفاضه 87 انتفاضه ال2000 فيما سمي اللي دخل شارون المجد الاقصى انتفاضه السكاكين 2015 كان المقدسيون يتصدوا لهؤلاء على قدرتهم فصدر من وزير الدفاع الصهيوني 2015 ان ال ال المرابطون في الاقصى ارهابيون لان هم من كان يتصدى للصهاينه من اقتحامات الاقصى وتدنيسه بعد ذلك جاءت هاي الحكومة الأخيرة وهي حكومة إرهابية مجرمة متطرفة حتى حسب القانون الدولي سمترش وبن غفير اللي يقول ليس أمام الفلسطيني إما الموت أو أن يكون تابعا لنا أو الرحيل فكان لابد من الفلسطيني ان هذا بالدفاع عن النفس اولا، دفاع عن المقدسات، دفاع عن الاسلام هذا، فكان في 2021 عملوا مسيره اسموها مسيره الاعلام. هذه مسيره الاعلام كان الهدف منها السيطره على المجد الاقصى واعلانه معلما يهوديا، فتدخلت المقاومه من غزه وضربتهم بالصواريخ فاوقفت هذا المشروع في سنه 2021. بعد ذلك جاءت الحكومه الاخيره هذه فاستمرت في غيها وضلالها واجرامها وبدات تزيد بالمئات والالاف يقتحموا الاقصى ويدنسوا الاقصى، نفخوا البوق في الاقصى، مارسوا بعض عبادة التوبه والكفاره وغيرها، المهم كانوا يتصرفوا مع الاقصى كانه معلم يهودي. لم يبقى إلا أن يهدموا قبة الصخرة ويبنوا الهيكل فوق صخرة بيت المقدس هاي الصخرة اللي كنا قبل قليل المقدس المباركة هاي الصخرة اللي تحت أصحاب الكهف هاي الصخرة معراج الرسول هاي الصخرة إلى آخره فيريدوا أن يأخذوها ويبنوا فوقها اللي هي هيكلهم المزعوم الآن فكان لابد من المقاومة أن تتدخل الآن هذا سبب السبب الثاني الدول العربية المطبعة الآن التي تتساوق مع المشروع الصهيوني وصل الامر الى كثير من الدول العربيه طبعت بعضها والاخرى على الطريق الان كان لابد من انقاذ الامه كيف تنقذ الامه بأي ثمن فكان لابد من هذا الذي حدث طفل ضرب هذه حتى اعاده الامور لبدايتها الامر الثالث اخي كان آه ثانيا نعم اترجمها اولا يا شيخ نعم هذا ابا سبب ترجري طوفان الاقصى yang dilakukan oleh Pejuang Hamas tanggal 7 Oktober yang lalu dan berlangsung, mereka menyerang kepada Israel pertama karena memang e, sikap Israel yang dari awal mengam, menyatakan bahwa tidak ada tidak ada arti bagi Israel kecuali dengan e, Al Quds dan tidak ada arti bagi Al Quds kecuali dengan membangun kuil Sulaiman di atasnya. Jadi e, eksistensi Israel hanya bisa dibuktikan ketika mereka mampu membangun membangun kuil Sulaiman atau kuil Solomon di atas Masjid Al-Aqsa itu. Ketika mereka datang ke Palestina tahun 67, mereka itu punya tiga target utama. Yang pertama adalah Yahudisasi manusia. Yahudisasi bagaimana menjadikan orang-orang yang di sana menjadi pengikut orang Yahudi. Kemudian Yahudisasi eh apa namanya? Yahudisasi peninggalan-peninggalan suci. Seperti Kubbah Sahra kemudian seperti uh, as itu yang yang besar itu ada batu yang besar kemudian Yahudisasi Masjid Al-Aqsa dan akan dibangun di atasnya Kuil Sulaiman itu dan sekarang sudah banyak terowongan di di bawah Masjid Al-Aqsa itu tinggal meruntuhkan dan dibangun di atasnya. Berikutnya adalah Yahudisasi tempat. Maka uh, posisi semakin lama semakin sempit ya posisi Palestina orang-orang Palestina tanah Palestina semakin kecil semakin kecil karena memang itu salah satu dari tujuan mereka. Jadi Yahudisasi manusia, Yahudisasi peninggalan suci dan Yahudisasi tempat. Kemudian di atas uh, di atas itu di atas batu yang besar itu mereka ingin bangun di atasnya ada kuil Nabi Sulaiman tadi dalam pengakuan mereka itu peninggalan yang yang mereka buat-buat sejarahnya sebetulnya semuanya adalah palsu dan tidak ada nyata dalam sejarah. Dan untuk orang Palestina itu mereka beri tiga pilihan: harus mati atau diusir atau menjadi pengikut orang Yahudi. Itu sebab pertama karena e, Israel itu sangat gencar perlawanannya penjajahannya kepada orang-orang yang ada di Palestina. Kemudian yang kedua mereka sudah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran di Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Sudah ada usaha oh ya, tahun 2000, tahun 2021 tadi ya. Tahun 2021 itu mereka sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Aqsa bahkan meniup terompet di dalam masjid itu menunjukkan bahwa seakan-akan mereka sudah menguasai Al-Aqsa. Kemudian di luar itu mereka berusaha melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab yang awalnya menganggap Israel ini sebagai uh, kelompok atau negara yang mengambil mencaplok tanah Arab itu sudah ada upaya normalisasi dan normalisasi itu sudah sudah berjalan bahkan seakan-akan semua negara-negara Arab itu sudah dikuasai oleh Israel maka adanya taufan operasi taufan al-aqsa ini untuk kembali mengembalikan ke kesadaran umat, kewarasan umat ini agar tetap mereka memahami tentang al-aqsa, memahami kesucian al-aqsa dan memahami posisi Israel itu yang sejatinya sebagai musuh. Eh كذلك كان المفروض حصل طوفان يوم السبت وهذا جاء يوم السبت بعد لخمس ايام يدنسوا ويقتحموا في المسجد الاقصى وكان ليله السبت ولهذا اختيار حتى الوقت كان مناسبا لانهم كانوا سكارى ومطمئنين انه لن يحدث شيء فكانت المفاجاه فكان اليهود مقررين يوم الخميس يعني بعد خمس ايام كانوا سيضربوا غزه لان كان هناك مشروع صهيوني تهجير غزه الى سيناء في مصر وتهجير الضفه الغربيه الى الاردن فكانت مؤامره كبيره لتصفيه القضيه الفلسطينيه تماما فكان لابد من رد هذا رد هؤلاء، الامر الاخر هؤلاء رب تربوا هي للدفاع عن قضيه فلسطين وعن الامه الاسلاميه وعن الجميع الان، فكان لابد من اللي هي من هذه المعركه حتى تعيد التوازن للامه، تعيد الامه لصوابها، الامه اصبحت في غيبوبه، بعضها يطبع مع الصهاينه، بعضها ساكت، بعضها كذا، فكان لابد من بعث هذه الامه من جديد بمعركه مع الصهاينه ولو كان الثمن غالي جدا ومن فضل الله من فضل الله اللي حقيقه لا شك ان نتالم لما نراه من هدم المساجد وقتل النساء والاطفال اللي وصل اكثر من أربع خمسة آلاف طفل من ال 13 اللي لحد الان شهداء لحد الان فوق ال تحت الانقاض لكن مع ذلك نحن فرحنا جدا عندما حصل لهؤلاء اليهود واول هزيمه تحصل للصهاينه والصهاينه عندما سالوا بيغن قالوا متى تنتهي دولة يهود؟ قال عندما نهزم أول مرة لأنهم لا يتحملوا هزائم وهزموا حقيقة وهذه الدولة أنا أقول وأبشر إخوان المسلمين في كل مكان هذه الآن بداية نهاية المشروع الصهيوني هذا المشروع الصهيوني اللي يقتل ويهدم ويبني وتجاوز كل الخطوط الحمراء أخي في فلسطين حتى في فلسطين في الضفة الآن يقتل الأطفال والنساء ويهدم البيوت وفيما يسمى بالتهويد كان لابد من أن يضع حد هذا الإجرام الصهيوني فجاء الطوفان الأقصى طوفان الأقصى أخي الآن ولا خلي مرحلة أخرى أنا حتى أتكلم به فكان لابد من طوفان الأقصى الذي رأينا به حقيقة يد الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة المباركة الطيبة ما شاء الله kemudian yang berikutnya adalah uh, terkait dengan waktu yang dipilih ya. Yeah. beliau menyatakan bahwa waktu yang dipilih itu benar-benar tepat hari Sabtu setelah adanya uh, urs yang ada di yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan para Sabtu itu mereka dalam keadaan mabuk gitu ya. Maka akhirnya terjadi penyerangan karena sebelumnya mereka telah melakukan penodaan kepada masjid Al-Aqsa. Berikutnya adanya konspirasi besar-besaran sebetulnya orang-orang Yahudi itu sudah berniat akan menyerang Al-Aqsa tetapi didahului oleh oleh Al-Qassam ala oleh Hamas. Artinya kalau memang cepat atau lambat Al-Aqsa itu akan diserang. Cepat atau lambat Al-Aqsa akan diserang. Orang-orang pasukan Hamas itu hanya mendahului supaya bisa mengambil waktu yang tepat dalam perang ini. Karena cepat atau lambat mereka pasti perang. Kemudian kalau kita akan lihat, kita lihat bahwa korbannya itu sangat besar ya. Korbannya sangat besar, ada bahkan sudah 5.000 orang yang yang anak-anak yang wafat, kemudian belum lagi dengan syahid yang ada kita dapati kabarnya terus banyak ini memang tentu sangat membuat uh, sedih membuat hati kita terasa perih tapi kita juga gembira karena inilah uh, awal inilah mula pertama dari kehancuran Yahudi jadi Tofan al Aqsa ini dan seterusnya adalah kehancuran sebab dari kehancuran orang-orang Yahudi. Biden bahkan sempat menyatakan hal itu bahwa tinggalannya menunggu waktu dan Tufan al-Aqsa itu menjadi pintu gerbang untuk kehancuran orang-orang Yahudi itu yang selama ini banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran melanggar garis-garis merah kesepakatan, tetapi kemudian itu berhasil diluluh lantakan oleh operasi yang dilakukan oleh pasukan Hamas melalui operasi Tufan al-Aqsa ini. فاخي عندما حقيقه نرى وانا اتكلم من واقع انا اعرف هذه الدوله الصهيونيه واجرام الدوله الصهيونيه وما يكون به الذي يعرف الجدر والتحصينات التي يكون بها الصهاينه لا يمكن لمسلم ان يفكر او يتوقع الذي حصل لهذه الدوله لا يمكن جدر محصنه وقواعد وطائرات واجهزه الكترونيه حتى اخي الان يعملون الجدر اكثر من امطار تحت الارض واسلاك شائكه وهو وفوق الاسلاك يضعون حساسات الكترونيه لدرجه هناك يضعون انسان الي يعني لو العصفور يقف على الجدار التي بينهم وبين غزه يطلق الانسان الي عليه رصاص فاستطاعت الحركه هذه الحركه المباركه ان تعطل كل هذه الاجهزه الالكترونيه قبل ان اقتحموا والذين اقتحموا الف وعشره سبحان الله إن تكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله عشرة حتى لكن خففها رب العالمين فأقول الذي حصل أخي أنا نظرت في كتاب اللي بدأت أبحث فوجدت أنه ينطبق عليهم كل الله سبحانه وتعالى عن هذه المعركة المباركة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أخي كان عرس عندهم آلاف مؤلفة وقالوا حماس قتلتهم الآن بدأ يعترفوا قالوا الذي قتلونهم اليهود أنفسهم من شدة الارتباك اللي حصل بينهم كان عندهم مهرجان غنائي يسكرون سكرانين بدأ يقتلوا بعضهم بالبعض يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الامر الاخر تذكرت قول الله سبحانه وتعالى يا اخي هاي الامه المظلومه هذا الشعب الفلسطيني ظلم من, من 1917 وليس 48 من, من, من ان احتلت بريطانيا المجرمه هذا الحي الرقطاء وهي تديك الشعب الفلسطيني وكمل بعدها الصهاينه تذكرت قول الله سبحانه وتعالى بالامر قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين حقيقه هذه ايات ناطقه Fi tufan Masya Allah, Masya Allah. Sebetulnya, orang-orang Israel itu sudah bikin perangkat-perangkat yang uh, entah listrik, entah yang bisa membunuh. Sebetulnya, begitu lewat di situ, ada kabel atau ada alat-alat tertentu, itu bisa langsung mati orang yang terkena alat itu, tapi kemudian langsung bisa dinonaktifkan oleh pejuang Hamas. Apa yang terjadi di... Al-Aqsa sekarang ini itu sangat cocok dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya ada ayat Ma dhan -ma kalian tidak mengira bahwa mereka akan keluar. Wadhanu anna mani mani minallah. bahwa mereka menyangka benteng-benteng mereka itu akan menjadi uh, penghalang mereka dari Allah. Fa min lam kemudian Allah datangkan serangan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah tumbuhkan di dalam hati mereka. Kerasa takut, dan itulah yang terjadi. Yang terjadi di kalangan masyarakat Yahudi saat ini, mereka ada rasa takut yang luar biasa, bahkan pernah terjadi. Ada festival waktu itu, dan mereka saling bunuh satu sama lain, satu sama lain, bahkan saling membunuhnya satu sama lain membunuh saudaranya, membunuh teman-temannya. Kemudian berikut juga di ayat qatiluhum yu'adzibuhumullah. Qatiluhum, perangi mereka yu'adzibuhumullah Allah akan menurunkan azab kepada mereka dengan tangan kalian. Wahyukuzihim, وَيُخُزِهِم> وَيُخُزِهِم> Allah akan menghinakan mereka karena sebab serangan kalian dan serangan kalian itu akan memberikan ketenangan, akan memberikan kedamaian di hati orang-orang yang beriman. Dan kita lihat itulah yang terjadi pada operasi Tufanul Al-Aqsa saat ini. Wa akhir, anak kul fi hadal jannah akhir an, la shakin hunak nara al dan wal nisa yuktalun wa tuhdamul biyut, lakinna nakul intakunu ta'alamun mereka ya'alamun. كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون عشان. ونقول ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم في أحد عندما رأى الصحابة سبعون شهيدا على رأسهم حمزة ومصعب الخير وقال ردوا عليه وقف أبو سفيان متبختا نقول إعلى هبل اللات لنا العزة لنا فيقول ردوا عليه لأبي بكر وعمر قولوا ماذا نقول قال قولوا لهم العزة لنا ولا عزة لكم الله مولانا ولا مولاكم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار نعم قتلنا في الجنه ان شاء الله هؤلاء الشهداء سيكونوا نصراء وشفعاء لاهلهم لهذا في احدى اللقاءات الفضائيه قلت يا اهل غزه كلكم في الجنه فقال لي الذي يسالني كيف قلت انا اجيبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزه خاضت حرب 2004 و2008 و2012 و2014 و2018 و2021 والان 2023 كم شهداء سقط؟ العديد اضرب في 70 كل اهل غزه يدخل الجنه باذن الله ان شاء الله. فنحن نعم لكني اقول للمسلمين ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض أرديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله إذا يا إخوة يا مسلمين يا عرب اثنين مليار مسلم عيب أن تتركوا غزة لوحدها تعاني لأن الله معهم وسينصرهم لكن أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى ما شاء الله ما شاء الله kalau saat ini kita melihat banyak anak-anak banyak uh, wanita banyak rakyat Gaza yang meninggal yang ter yang syahid yang yang menderita maka ingatlah firman Allah taala in takunu ta fa innahum ya kama kalau kalian merasa derit merasakan derita ini maka ketahuilah mereka pun menderita seperti kalian tetapi bedanya watarjun mereka kalian bisa berharap dari Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak bisa mereka harapkan. Kemudian kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 70 syahid meninggal di Uhud, salah satunya adalah Hamzah paman beliau. Apa kata Abu Sufyan saat itu? Ulu Hubal hebat Hubal hidup Hubal Kemudian apa jawab Rasulullah Allah wa, wa ajal, bahwa Allah lebih mulia dan lebih mulia dan lebih perkasa. Kemudian Abu Sufyan menyatakan qatlana hmm. Kemudian ketika Abu Sufyan mengatakan sama-sama kita setara. Kita sekarang sudah terbalas pasukan, terbalas kekalahan yang sebelumnya. Rasulullah menyatakan tidak kita orang-orang uh, yang syahid di antara kita itu akan masuk surga sementara orang yang mati di antara kalian itu akan masuk neraka kemudian ketika uh, apa namanya Abu Sufyan menyatakan bahwa hidup hubal hidup uh, Tuhan Tuhan mereka Allahnya kemudian uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Allahumma waalaikum Allah adalah pelindung kita dan kalian tidak punya pelindung sama sekali nah di sini kemudian beliau menyatakan bahwa kalau saat ini kita uh, merasakan kesulitan dan uh, kepedihan, mereka merasakan kepedihan yang jauh lebih daripada itu dan kalau kita dalam ayat berikutnya malakum fisa art. kenapa kalian ketika disuruh berjuang malah malah berat araditum tumbil hayati dunia minal akhirah kalian lebih cinta dunia daripada akhirat ketahuilah bahwa tidaklah dunia ini bagian dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya kesenangan sementara dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan la yastawi minkum tidak akan sama diantara kalian siapa yang berinfak sebelum perang dan setelahnya Artinya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang kemudian menjadikan memberikan gambaran kepada kita menjadi motivasi bagi kita bahwa perjuangan Al-Aqsa ini memang benar-benar perjuangan untuk kaum muslimin. Juga banyak ayat-ayat yang dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita memberikan ketenangan di dalam hati bahwa di samping kita merasa sedih atas apa yang terjadi, kita pun merasa bahagia atas janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin. Ilahuna ya وبعد هذا لقاء جديد كما تريد نعم ان شاء الله آه ان شاء الله وجزاكم الله خيرا بارك آه الله, الله فيكم والله يا شيخ أنا الكلام كلام ما شاء الله لا نجدها الا في مؤلفات ضخمه بارك آه الله فيكم اخي و... لا يشكو لا يشكو الله من لا يشكو الناس وانا حقيقه في نهايه هذا اللقاء اولا اقدم تحياتي وشكري لاخواني في اندونيسيا الحبيبه لهذا اللقاء الذي سمحوا لنا ان نتكلم ونصل رسالتنا الى العالم كله فلا يشكو الله مره اخرى من لا يشكر الناس اشكر الحكومه الاندونيسيه والشعب الاندونيسي واشكركم في هذا المعهد المبارك على ما قمتم به وتقدمونه في نصره اخوانكم في فلسطين واحيي في نهايه اللقاء اخواني في غزه العز ونشد على ايديهم ونقول ان الله ناصركم فلا تخافوا وكما ذكرت ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الدنيا قصيره والدنيا مزرعة توشك أن تنفض وجسر للآخرة فنسأل الله أن يثبتكم ونقول اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود اللهم عليك اللهم احسم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم غنيمة المسلمين اللهم ثبت أخوانا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر في اسمك يا رب العالمين اللهم تقبل موتاهم وشاف جرحهم وفك أسرهم واربط على قلوبهم بعزتك وقدرتك يا رب العالمين اللهم لا تقم للكافرين والمنافقين ولا اليهود ولا النصارى في ديار المسلمين راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت ونسألك سبحانه وتعالى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في كل مكان اذكر فيها اسمك يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا يرحم الراحمين اللهم ان هذه نواصينا بين يديك ماض فينا حكمك عد فينا قضاؤك نستغفرك من كل ذنب فاغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم حفظكم ربي ورعاكم وجعل الجنه مأواكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله خيرا kepada para pemirsa sekalian yang sudah Menyaksikan siaran ini dari awal sampai akhir, dan beliau, Profesor Doktor Murawih Nassar beliau adalah seorang pakar dalam bidang kajian baitul Maqdis dan kajian tentang Masjidil Aqsa. Kajian apa yang beliau sampaikan tadi itu, barangkali kalau untuk kita cari maklumatnya, kita akan bisa dapatkan dalam kajian-kajian kitab kajian kajian spesialis ya tapi beliau kemudian menjelaskan itu disep, mengalir seperti air karena memang beliau sangat menguasai ini dan di akhir tadi beliau menyampaikan uh, ucapan terima kasih kepada semuanya kepada pemerintah Indonesia kepada seluruh bangsa rakyat Indonesia yang sudah memberikan perhatian kepada Gaza dan tadi di akhir beliau menyampaikan doa untuk Palestina, doa untuk umat Islam, doa untuk kehancuran orang-orang Israel dan Yahudi, dan doa agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu sebentar, dunia itu akan hilang, yang abadi adalah akhirat. Kalaupun sekarang ada yang terluka, insya Allah semuanya syahid. Dan kita berharap kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih para pemirsa sekalian sudah hadir dalam kajian pada kesempatan ini. ننتهي مع الحمد لله ودعاء كفارة المجلس الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وكتبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته